السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الحاج، يعني وين الحاج موسى، انس حاج موسى، يعني وين الناس باغينو ما يتلم، الناس تتألم بنجاح لاعبين، يعني وين شاهدت انا واحد الاعلامي وين كتب عليه وقال لهم بين الدكة والاصابة خليفة محرز يعاني. يعني البارح لعب دخل الدقيقة 60 وقيلة وقدم مستويات كبيرة رغم انهزام، يعني رغم انهزام لكن قدم مستويات مليحة. لعب لي يدخل في 60 دقيقة، شحال لعب؟ حمركم لعب قريب 30 دقيقة، فايت 30 دقيقة لعبة حمار، هادي راه 60 70، هادي راه 10 20 30، زيد لها بالك لعب واحد 35 هكا ولا 36 دقيقة، يعني يلعب. راكم تهضروا انا مانيش ضد تيطراوي، يعني في كارت ماتش لاعب 40 دقيقة، راكم تقولوا ديتراوي ينجم يعيط له ويقدم مستويات كبيرة في بلاصة بن ناصر. تيتراوي راكم تهضروا عليه، هو لاعب في كارت ماتش، قعدت نشوف أنايا ستو كارت ماتش لاعب 40 دقيقة. شفتوا كيفاش الميزان تاعكم كي داير؟ على بالنا راكم تتألموا، التألم اللي راه قادمكم، يعني راكم تخرجوا، يعني تخرجوا في القيح اللي في قلوبكم. وين قال لك وين يعاني الدولي الجزائري انس حاج موسى، يعني مش عندنا كيباس هذاك موسى الى ما الكذاب يهضر، لا موسى الى ما الكذابكو حاج هذا انس حاج موسى يمركي وكلش يخرج يقول اوه يدير هاكا يتصور يدير مدير راسه، راخر يلعبها مخلوع، واحد يلعبها ما عاد كي يلعبوها، هذوك ما يهموناش، هذوك ما يهموناش، هذوك اليوتيوبر اللي حاطين المؤخرة تاعهم وراء البحر، يعني يهموني شنو يدورو نورمال، تقاسنا اللي ربحنا بليبيريا، قعدوا يقارو تا الليل طلقوا لي فيديو لاعبين بلي المنتخب الوطني يعجبهم، الغد ما شاء الله صبحوا عيطت لهم ماماهم مرت قصامة، عيطت لهم قالت له شتوا لا، قالت لهم دور عليكم هيا دارو كاع ولا يدير لك هاك، يقول لك معطاوي قصفهم، معطاوي دار مقزوزي دار الاخر ما كان والو زيرو، نتوما كاع صفر. وين قال لك وين يعاني الدولي الجزائري انس حاج موسى المعروف اعلاميا باسم خليفه رياض محرز من بدايه المتعثره مع فريقه الجديد في لورد في هولندا، حيث لا يشارك معه بانتظام منذ بدايه الموسم الجاري بسبب خيارات المدير الفني الجديد، يعني وما أثر شكوك بخصوص قدرة اللاعب الجزائري الواعد على فرض نفسه مع كبير الهولندا. بصح لعب البارح، نتوما ما تفرجتوش، ما تفرجوش، في بالي كنتو تتعشاو في لي ريستورو تاع باب الزوار، في بالي كنتو تتعشاو ولا كنتو في حيدرة ولا سيدي يايا، كنتو في سيدي يايا سيدي يحيى. وخطف خليفة، يعني ما يقولوش خطير خليفة رياض محرز، الأضواء في الدوري الهولندي الموسم الماضي مع ناديه، يعني فبعد التحاقه بهذا الفريق المعار من نادي بيترو يعني الناشط في الدور الدرجة الثانية ببلجيكا بداية عام 2024، بات محور اهتمام وسائل الإعلام الهولندية وأنديتها بفضل مهارته الفنية العالية ومراوغته الرائعة والتي جعلت منه نجم فوق العادة في الدور الهولندي بسرعة كبيرة. راك تشوف سي معطاو كيسموك مو من أي قاسي، شو جابوه من الدرجة الثالثة الدرجة الثانية ومن بعد شويرة، راك تشوف مرحلة مرحلة. ولم يتأخر نادي في النورد في خطف الخليفة، يعني الخليفة رياض محرز كما يسمى، حيث أعلن التعاقد معهم بصفقة تمتد لخمس سنوات شهر يعني أبريل الماضي بتوصية من المدرب السابق والحالي لنادي ليفربول، يعني وسط توقعات ببلوغ الصفقة حدود 4 ملايين يورو. وعانى خليفة رياض محرز يعني بعد إعلان صفقة عن استبعاد من ناديه، يعني الهابط إلى الدرجة الثانية في هولندا ولم يشارك في بقية المباريات الموسم 2023-2024 بعد أن اتهمه المدرب النادي بالغرور والافتقاد يعني للاحترافية اللازمة بعد الإعلان انتقاله لفيرلوند. وعاش حاج موسى بالفعل خلال تلك الفترة
يعني قفزة نوعية وسريعة جدا في مسيرته الكروية. فبعد تجربته مع الفئات السنية لنادي لونز الفرنسي، لعب لنادي أولمبيك شارلوروا البلجيكي للهواة، ثم بيترو يعني في الدرجة الثانية البلجيكية والأرهيم الهولندية، قبل أن يرسم انتقاله إلى فنلندا ويستدعي أيضا المنتخب الجزائري أول مرة. عكتشو كيفاش شي شونغ مو من أي قاسي، على بالك مو من أي قاسي، وليتو تهضروا على ناس يعني من بعد طيحوا في المحظور، طيحوا في المحظور. كيما نهار اللي عجباتك دارو ستارتي قال لك مو من أي قاسي، قال الجزائر سوف تنتقل إلى آسيا، نلعبو في آسيا. النهار الأول عجباتك اسمك دار مو من أي قاسي، قال لا لي زوسيو يحضروا، ومن بعد مين دخلك الخوف وشد الدولة يعني والناس دارت وقال لك كيف احنا الأفارقة خرج، قلت لهم لا مشي أنا هدرت كل نورمالمون. كون نهار الأول واكتفى بالمشاركة لحد الآن في مباراتين فقط، بدليل يعني بدليل بمعدل دقيقة لعب لم يتعدى 74 دقيقة من أصل 5 مباريات ممكنة. وجاءت مشاركته الدولي الجزائري في مواجهتين يعني سبارتاك يعني روتردام في الدور الهولندي، في حين غاب عن مباريات يعني الأخرى تاع إيدهوفن وفي كأس سوبر الهولندي. وما زاد من متاعب النجم الجزائري الواعد هو عودته من معسكر المنتخب الجزائري الأخير بإصابة اضطر للابتعاد بسببها عن الفريق الهولندي أيام قبل أن يعود خلال يومين ماضيين للتدرب قبل مواجهة نادي باير ليفركوزن الألماني يعني أمس، وانتهت لصالح باير ليفركوزن ب4-0 في دور أبطال أوروبا. ويرى الكثير من متتبعي للدور الهولندي أن رحيل المدرب أرني يعني الراحل يعني المدرب الحالي لليفربول الذي كان وراء فكرة ضم أنيس حاج موسى يعني تسبب في متاعب اللاعب الجزائري، على اعتبار أن يعني فلسفة المدرب الجديد الدنماركي يعني ليست هجومية مثل المدير الفني الحالي لنادي يعني ليفربول الإنجليزي. وسيكون حاج موسى مضطر للكفاح والقتال من أجل الحصول على مكانة أساسية في فيرلون والحفاظ على مكانته في المنتخب الجزائري بعد يعني ان بعد ان جرى الانتقاد المدير الفني لمحاربي الصحراء بسبب توجيه الدعوه له مؤخرا، رغم انه حابس دكه البدلاء. لكن شاهدنا لعب 35 دقيقه ولا 36 ولا قريب يعني 40 دقيقه لعبها مع المنتخب مع النادي يعني امس. انتم ما راكمش تتبعوا، راكم مرضى ومستو مرضى وتقعدوا مرضى وعميين وما تشوفوش كلش. انا نقول والله ما تشوفوا كاع، غادي تقعدوا هكا مليحه مليحه مليحه. انا نقول هذاك اكلي واش البارح مي مركاش ويا خفت عليه، خرجوا خرجوا اي شويه، روحوا وحده وحده. انا نقول لكم هذه يعني هما خساره ثقيله على بالنا الله غالب يعني وين. وبذلك وتكبد الثنائي المنتخب الوطني الجزائري خساره ثقيله مع نديم الهولندي يعني في الجوله الاولى من منافسه الدور ابطال اوروبا بنسختها الجديده. وسقط زروقي ووطني الحاج موسى وبقيه الرفقاء في نادي فيرلون برباعيه نظيفه امام ضيفهم نادي باير ليفركوزن الالماني. يعني بصح الناس وين تروح تريب تاع زروقي قال لك دايرين تيك توك داير، بصح خسر بربعه. وشارك لاعب خط الوسط الجزائري زروقي اساسي في لقاء ضيف الالماني، فيما دخل انيس حاج موسى بديل دون ان يغير عدد في النتيجه. المواجهه ما ينجمش هي، وتسبب رمزي زروقي في تلقي ناديه في لوند روتردام اول اهداف المواجهه عندما ضيع الكره في الدقيقه 5، استغلها يعني اللاعبين باير ليفركوزن يعني مسجلين هدف الاول لفريقه باير ليفركوزن. يعني وين تغادر زروقي أرضية الميدان في الدقيقة 46 من زمن المواجهة بعد أن استبدله مدربه بزميل هولندي صال يعني أسوأ ثاني وين ليانال أسوأ ثاني أسوأ في المباراة.
اي بصح نقول لكم بصح دايرين باليوتيوب لو من بصح مين تتفرج بارتي يا من. لا اله الا الله معليش اكذبوا كذبوا كذبوا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ويمشي ابوني ابوني معنا ما تنساوش تفعيل الجرس صحيتو.